يعني فقط أضع أمام معاليك يعني بعض الملاحظات اللي بنسمعها من الناس، إنه يعني ياريت، وهذا يعني جزء من شغلكم، أنا بس دوري بنتهي لما أوصل المعلومة أو الملاحظة، إنه الاهتمام بعمان بكل عمان. يعني مثلا بنروح مثلا هلأ دوار عبدون على سبيل المثال، بنلاقي يمكن من المسؤولين أو الجماعة من السير من غيره دوريات الأمان كذا، في اهتمام كبير، بينما ممكن نطلع لجبل الجوفة يمكن ما نجد مثلا هذا الاهتمام اللي موجود هناك. أنا أعرف أنه كل منطقة وإلها طبيعتها، ولكن الموضوع عندك، وآخر موضوع اسمي هذا على الهواء بدي أمر تمرين موضوع الإضاءة. لا 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 يعني موضوع الإضاءة يا معالي، يعني في مناطق لسه ينقصها إضاءة، يعني هاي الملفات إنه إحنا واجبنا إنه نحكي لك إياها على الهواء، وهي وصل الذاكرة صدقا. تفضلوا تفضلوا الشباب. إنه شرق عمان وجنوب عمان أنظم من غرب عمان. من غرب. أنا عم بحكيها، وقضية الإضاءة بأكد لكم الإضاءة متوفرة. شكرا يا نعم. يا أهلا وسهلا. تعرف معاليك في بعض الشكاوي لبعض المناطق. شكرا كثير، شكرا شكرا يا شباب، شكرا. يعني هذا إذا بدخل هاي عند الأستاذ خالد، شكرا كثير لكم، شكرا. يعني إحنا زي ما أتفضل أنا لا أقبل ما يسمى بعمان الشرقية وعمان الغربية، جنوبية شمالية وسط، فصل غير مقبول أبل. يعني فصل غير مقبول، هي جهة، لكن بأكد للجميع على أنه العناية بشرق عمان وجنوب عمان هي بنفس القدر، لكن في بنى تحتية ما بتساعدنا في مناطق معينة. نعم. يعني مناطق لما نطلع في الجوفة في المصدار في النظيف، نتكلم على أدراج، نتكلم على أزقة، ما بنتكلم على شوارع بتدخل فيها طاحنات وكاسحات وإلى آخره. ففي الثلوج عندنا مشكلة، وفي الصيف عندنا مشكلة، لكن مع أنه الآن إحنا قدام أكل، مش لازم أتكلم عن بقايا الأكل أو بالمخلفات، لكن نرفع يومياً بين 3500 إلى 4000 طن من النفايات يومياً، معظمها من المواد العضوية. يعني معليك هذا الرقم الأكل. هذا الرقم نستطيع أن نحكي، يعني شكرا لكم، مش غلط الواحد يقول الله يعطيكم العافية، رقم كبير، يعني بنحكي قريب 4000 طن نفايات بشكل يومي يعني يرفع من قلب مدينة. والله وين بالعالم في ناس بينزلوا بكنسوا؟ مزبوط. وين؟ يعني جزر وسط، جزر وسطية، جزر وسطية، لسه في بعض المحلات يمكن بحاجة أن نشتغل فيها أكثر. دائما شوف، النظافة من الإيمان. نعم. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذا الشعار. والمواطنين شركاء أيضا في لذلك كمان، يعني أنك أن ترمي بالأذى على الطريق فهي خطية.